تعتبر شهادة الميلاد والانطلاقة الحقيقية لنجوم كتير. كانت فرقتها بمثابة معهد فني تخرج منه نجوم كتير، أمثال فريد الأطرش ومحمد فوزي، إسماعيل ياسين، تحية كاريوكا، سامية جمال، عبد المطلب وغيرهم كتير. إنها الفنانة ورا قصة لبنانية بديعة مصر. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، ولو أنت جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. اسمها الحقيقي بديعة جورج مصابني، من مواليد 12 نوفمبر عام 1892 بحلب في سوريا. فنانة استعراضية كانت بتجمع بين الرأس والغناء والتمثيل لحد ما وصلت لقمة المسرح الاستعراضي. اتولدت بديعة لأب لبناني وأم سورية في أسرة ميسورة الحال، فكان والدها بيملك مصنع للصابون في سوريا لكنه مات بعد ما المصنع اتحرق وسابهم من غير أي حاجة. وفي يوم العزاء اتسرقت كمان مجوهرات والدتها علشان يبقوا حرفيا ما معهمش اي حاجة، وتحول الموضوع لمأساة فاضطر اخوها انه يشتغل في خمارة. والمأساة الاكبر كمان هي ان بديعة تعرضت للاغتصاب وهي طفلة عندها 7 سنين من صاحب الخمارة اللي كان بيشتغل فيها اخوها. والدتها اصرت على مقاضاة صاحب الخمارة ومحاكمته، وتحول الموضوع لفضيحة في نظر المجتمع الشرقي وقتها. ولكن حتى القضاء ما انصفهمش وحكم على صاحب الخمارة بسنة واحدة سجن وغرامة 200 ليرة ذهب. وما قدرتش الأسرة إنها تفضل في سوريا وسط كلام الناس اللي ما بترحمش، وقرروا يهاجروا لأمريكا اللاتينية وبالتحديد للأرجنتين بعد ما رهنوا بيتهم ودبروا تكاليف السفر وأجرة الباخرة. وهناك دخلت بديعة مدرسة داخلية اتعلمت فيها اللغة الأسبانية وفنون التمثيل بعد اكتشاف الراهبات لموهبتها في الغناء والرقص والتمثيل. وتمر الأيام لحد ما بقى بديعة عندها 19 سنة بالتحديد سنة 1910 تقرر إنها تروح القاهرة عاصمة الفن والأدب في الوقت ده، وانضمت لعدة فرق منها فرقة جورج أبيض وعزيز عيد وأحمد الشامي. وفي الفترة دي صعد نجمها بسرعة كبيرة وتم إسناد البطولة لها في مسرحية ابن الحارة، وبعدها بقت بطلة الفرقة. وفي اللحظة دي حست بديعة بضرورة الرجوع لبلدها علشان يشوف كل اللي كانوا بيتكلموا عليها في محنتها ازاي بقت نجمة لامعة دلوقتي. وبالفعل الناس كلها قربت منها وتقدم لها شباب كتير علشان يخطبوها، لكن هي رجعت القاهرة علشان تكمل حلمها اللي بدأ يتحقق بعد معاناة وتعب طويل. تزوجت بديعة مصابني من الفنان نجيب الريحاني، ولكن لم يستمر الزواج طويلا بسبب طموحها. وبعد ما اتطلقت عملت صالة في شارع عماد الدين باسم كازينو بديعة سنة 1925. وكونت فرقة غنائية راقصة قدمت من خلالها رؤيتها في الغناء والرقص الشرقي. وتخرج من الفرقة دي ألمع نجوم الاستعراض في مصر والعالم العربي زي تحية كاريوكا وبيبا عز الدين، حكمة فهمي، وسامية جمال. وكمان شهد مسرحها ميلاد عدد كبير من الفنانين زي فريد الأطرش واسماعيل ياسين ومحمد فوزي وعبد المطلب وغيرهم كتير. من أبرز الأعمال المسرحية اللي شاركت فيها بديعة كممثلة مسرحية الشاطر حسن، أيام العز، ريا وسكينة وغيرها كتير. وكمان شاركت في عدد من الأفلام منها ابن الشعب، ملكة المسارح، الحل الأخير، ليالي القاهرة، فتاة متمردة. وفي سنة 1951 رجعت بديعة لبنان تاني بعد ما طلبت منها مصلحة الضرائب المصرية مبالغ مالية كبيرة، وفضلت عايشة هناك لحد ما توفت في يوم 23 يوليو سنة 1974 عن عمر يناهز 82 عام. وقدم المخرج حسن الإمام بعد وفاتها بسنة فيلم باسم بديعة مصابني من بطولة الفنانة نادية لطفي بيحكي عن قصة حياتها. في النهاية أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شكرا، تحياتي.